النيو جايدلاينز بتاع الايجيبشن نيو جايدلاين بيدياتريك جايدلاينز في الكوفيد هيحصل فيها تسريبات عن طريق الاستاذ الدكتور طارق حامد والدكتوره ايمان، فانتوا هتبقوا اول من ايه يحصل على هذه التسريبات. حضرتك حابب تقول لنا ايه عن الكوفيد بصفه حضرتك سيبرت في البيدياتريك كوفيد؟ اتفضل. الاول انا لازم اشكر الاساتذه اللي معانا في الكوميتي اللي هي تبع المجلس الاعلى للجامعات في اداره المستشفيات. الاساتذه دول من فبراير 2020 وهم بيجتمعوا علشان عملنا 3 فيرجن، وخلال ايام هيطلع الفيرجن الرابع للابديت اللي بتعالج بروتوكول علاج الكوفيد. اضاف لنا في الفيرجن ده الاساتذه المحترمين دول دكتوره سناء من الستيت، والدكتوره هناء ابراهيم حنان ابراهيم، والدكتوره منى الجنزوري، والدكتوره علياء قطبي، والدكتوره جليله مختار، والدكتوره ليلى شريف، والدكتوره عز عبد الجواد، والدكتوره مروه زكريا مع الدكتوره حنان عبد اللطيف. بسرعه مش هطول كتير، لكن عشان من فضلكم الكوفيد لما نيجي نتعامل معاه، كوفيد ما هوش ريسبيراتري انفكشن. كوفيد معناه فيروس تغير من سنه 65 اللي كان بيبقى زي كومن كولد، وكان 2003 و2012 عباره عن اكيوت ريسبيراتري سيندروم. دلوقتي ده فيروس بيأثر على الهايبر كواجوليشن، بيأثر لي على الاميون سيستم. لو ما تعاملناش مع الكوفيد على انه بيأثر لي على الثلاثه سيستم دول، فمش هنكون بنعالج الحاله بطريقه صح. الحاجه الثانيه الجديد في الكوفيد في الكلام ده، وده اللجنه القوميه بتاعت وزاره الصحه طلعت لنا اللي هي البروتوكول بتاعهم، اللي هي الحاله السسبكتد والبروبابل والكونفيرمد. المهم قوي فيها ان احنا الحاله اي عندي ريسبيرتي سيمتومز، عندي جي اي، دول كلهم يبقى سسبكتد مع نوزميا والحاجات دي كلها، بالذات لو الطفل جاي لي بأكيوت ريسبيرتي ديستريس، ده حاله لازم نهتم بيها. لو الطفل ده جاي من بيت في حاله كوفيد، او هو ابننا ابن الاطباء، ده لا يبقى مش سسبكتد، هيبقى بروبابل. التغيير اللي حصل في البروبابل ان احنا كنا بنقول لما يكون في سي تي فايندنج ده بقى بروبابل، كنا نقول ان لو عندي سي بي سي تشينجز ليكوبينيا والكلام ده بيبقى بروبابل. لكن الحقيقه ان في 1 سبتمبر طلع التجديد وشلنا السي بي سي خالص، لان السي بي سي عليها كونتروفيرسي على المستوى الدولي واتشالت خالص. ان كونفيرم الجيس من فضلكم ما تعتمدوش قوي ان لما يكون حاله بروبابل كوفيد تقولوا لازم تطلع بي سي ار بوزيتيف من فضلكم، وبالذات في الميسي، حالات الميسي اللي هنتكلم عليها بعد شويه، مش مطلوب ابدا تدور اذا كان بي سي ار بوزيتيف وانتي بودي، اعمله لازم هيتعمل، لكن لازم تعالج الحاله قدامك بطريقه سريعه جدا، وفي جولدن اور زي ما هنتكلم، هي دي اللي بتنقذ الطفل قدامنا لو حاله كوفيد او حاله ميسي. اذروايز انا هيبقى ميسنج، لان كلهم هيطلعوا نيجاتيف، واحنا عارفين بي سي ار 64% بس سنسيفتي بتاعته، فبالتالي عندي كل 10 حالات بوزيتيف في 4 نيجاتيف وهم اكيد بوزيتيف. الرساله الثانيه برضو الورك اب بتاعنا ان احنا بنمشي في 3 مراحل تو كونفيرم الكوفيد، سواء البي سي ار او انتي بودي، وده بتفيدنا بس عشان ناكد الحاله، لكن مش هتخلينا الاكشن بتاعنا يتغير. كنا بنعمل ابجريدنج من سسبكتد للبروبابل عن طريق الابيديميولوجي اللي هو الكونتاكت، او هو اهله بيشتغلوا في الطب او حاجه، حتى الممرض الراجل التمرج اللي بيشتغل في عياده، ده مهم جدا. اتشال منها السي بي سي، ما عادش له قيمه. السيفيرتي اسسمنت دي مهمه جدا، السي بي سي، الفيرتين، الدي دايمر، ال دي اتش، الليفر فانكشن والكيدني فانكشن والانترلوكن 6 لو كان عندي سسبيشس الحاله مودريت تو سيفير، وبالذات لو كان عشان اقيم السيتوكاين ستور وابدا ادخل امتى بالحاجات اللي هي البيولوجيك او بالمسائل برنزيلون. السيتوكاين ستورم ده ترند اوف انفلاماتوري ماركر، يعني كلينيكال كونديشن بيبدا العيان لو هو بالمونري عندي دي ساتوريشن، وفي نفس الوقت اشوف الماركر بتاع الترند ماشيه ازاي. سي ار بي 20 ولقيته بكره بقى 21 ما فرقتش معايا، لكن لما يكون اللي عندي 20 والاقيه بكره 60 لازم اقف قدامه. الدبلنج للليفل بسرعه كده لازم اقف قدامها. الانترلوكن 6 له قيم وهنقولها اهو، ان الانترلوكن 6 اكتر من 3 اضعاف الابر ليميت اوف نورمال، ده لازم اقف قدامه. لكن لما يكون هو 7 نانو والاقيه مثلا 7.5 10، ده افكر بالراحه واشوف الكلينيكال كونديشن واقرر اقيم بعدها. الفيرتين لو جاي لي من اول ما جاي 600 او اكتر، او جاي لي النهارده ب 300 وبقى دبل، مش شرط يبقى 600، 300 بقى 540 لازم اقف قدامها. ال ال دي اتش اكتر 250، سي ار بي فوق ال 100، الدي دايمر اليوروبيان هيماتولوجي اسوشيشن قالت رقم 2 مايكروجرام، ده
كريتيكال، حاله كريتيكال، لكن احنا بناخد على 5 أضعاف ابر ليميت اوف نورمال تبع اللاب اللي بيطلع لنا. الليكوسايتوزيس مهم جدا علشان نشخص السيتوكاين ستور. لازم اهتم بالهايبر كواجولاب ستيت، الطفل اللي جاي لي باكيوت ابدومين لازم ترول اوت يكون عندي ميزنتريك ثرومبوزيس. لو جاي لي بشست بين او عندي ساتوريشن حاد سي تي انجيو مهم جدا. لو جاي لي بيولوجيكال من فضلك اعمل ام ار اي عشان ترول يكون عندي ثرومبوزيس في البرين. الدي دايمر ليفل بتاعنا ان احنا كنا من 4 شهور بس او 5 شهور بنقول ابر ليميت اوف نورمال دبل ابر ليميت اوف نورمال ده سيجنيفيكانت، لا دلوقتي بنتكلم على 5 أضعاف ابر ليميت اوف نورمال. مهم قوي في الدي دايمر عندنا الباتش بتاعته هي اللي تحدد لي النتيجه. ما ينفعش زي البلاد شوجر، بلاد شوجر لما نقول 90 ملي جرام هيساوي 5 ملي مول بنقسم على 18 ونضرب في 18، لكن هنا من مايكرو جرام للبيكو جرام ما اقدرش اضرب واقسم على ال 1000. الباتش بتفرق، كل عينه وكل معمل الليمت بتاعه هو ده النورمال بتاعي. ما ينفعش اقول ان هو ال 400 تساوي 4 من 10، لا هي 400 400 واضرب في 4 أو 5 عشان يبقى الابر ليميت اوف نورمال. دي الحاجات المهمه جدا والجديده. الدراجز دايما عندي الانتي فايرال، الانتي بيوتيك والانتي كواجلان والاسترويد والبيولوجيك. اهم رساله الجولدن اورز، العيان هو 4 ساعات من اول ما بتشخص وبتشوفه عندك 4 ساعات، لو مشيت معايا وكملت صح لا اما العيان ده هيدخل في مشاكل كتيره. وشفنا حالات ماس ماكروفاج اكتيفيشن سندروم بسبب التاجيل الحالات او بدايه العلاج بدري، الاطفال اللي واخدين استرويد بالشهر وهم ميسي وما خدوش العلاج صح بتاع الميسي، شفنا ازاي تدهوروا ودخلوا في مشاكل كتير. الفيتامينز فضلكم مش محتاجين الفيتامينز اللي ماشيه كتير، احنا كان المفروض السنه اللي فاتت نتفق كده ونعمل شركه ونسوق الفيتامينز اللي ماشيه دي، كان زمان بقى لنا مليارات وبقينا كويسين قوي يا دكتور محمد ونسيب الطب، مش كده؟ الفيتامينز مش محتاجينها خالص زي ما الناس كانت متخيلاها، لا ادي اكل، ادي فيتامين سي، ادي يوميا لابنك كوبايه ليموناتا برتقانيه في وقت الشتاء فلفلايه بتاع الزنك شويه عدس كل يوم في الشتاء ده جميل جدا، او سمك ها او جمبري يا دكتوره ايمان، الحاجات دي هي دي اللي تفرق كتير معانا. لكن مش شرط الادويه، وجايز الفيتامين سي الحالات اللي بيبقى عندهم هايبر اوكزاليوريا دول فيتامين سي هيبقى هيلخبط لنا الدنيا، فلازم نبقى حريصين في الحاجات دي كلها. الانتي فايرال الهيدروكسي كلوركين من شهر يوليا السنه اللي فاتت والدبليو اتش او وقفته. الايفرماكتين دي ثقافه مصريه واتعمل في مصر وهو ملوش اي نتائج ومحدش مأكد عليه في اي حاجه. الفافي بيرافير ده مازال بعض الناس بتستخدمه، لكن اللي بقى لنا وده بقى لنا في حتتين فقط في العالم وفي مصر موجود. الراميدي سيفير الستيتس ويونايتد كينجدم مازالوا بيستخدموهم ومصر بنستخدمه، بس بشرط العيان تبقى دي ساتوريتد ولازم في الاطفال فوق ال 12 سنه او فوق ال 40 كيلو. الانتي بيوتيك مره ثانيه ما يتستخدمش، ده فيرال مش محتاجين انتي بيوتيك الا اذا كان عندي البالمونري افكشن سيفير. احنا الكونسوليديشن ده ان نشوف اللنج بيضه دي بتاعت كونسوليديشن، احنا بنشوف الجراوند جلاس ابييرنس او اوباستي، فبالتالي لو قعدت كونسوليديشن هدي انتي بيوتيك. لو ديتيريوريشن في الريسبيراتوري مانيفستيشن هدي انتي بيوتيك. لو العيان عنده شوك او كريتيكال ال ماشي، لو لقيته بيرجع تاني يحصل لي الفيفر تتحسن بعد ما كانت تحسن ممكن يكون هنا مكان الانتي بيوتيك. غير كده في المايلد والمودريت كيس مش محتاجين ليها خالص. ليكوسايتوزيس انكريس سي ار بي البروكال، بس البروكال هنا لازم نقف قدام واقفه، البروكال كهو ماركر بين الفيرال والبكتيريا هنا في الميسي ماركر اوف انفلاميشن، وهنا نقطه مهمه جدا في ارقامه، يعني بنتكلم على اللي هو اللي فوق الاثنين ده يعني اكيد عندنا بكتيريا انفكشن، لكن دايما في الانفلاميشن زي الميسي بنلاقيه 15 و16 وشفناه 22، يعني لما نلاقيه رقم عالي لا ده احنا ماشيين في حاله ميسي وممكن تساعدنا اكتر في التشخيص. والانتي بايوتيك لما بستخدمها بستخدمها للجايد لاين، يعني الشوك احنا عارفين ان بندي 2 أنتي بايوتيك في الساعه الاولانيه سواء اذا كان سيرت جنريشن او حاجه اعلى من سيرت جنريشن مع حاجه تقدير الام ار اس اي، ده البروتوكول بتاع الشوك خلاص هو كده. الكوميونتي اكوارد نمونيا بندي اموكسيكلاب بلس او ماينس سيرت جنريشن هو كده، فتابع ما انت بتدي شوف البروتوكول ايه مش بمزاجنا. ما نستخدم الليرنزوليد اللي بيستخدم في كانه شويه عصير برتقان في الشارع ده
ده لازم كل ده غلط وده بيأثر لي على الولاد بعد كده في الريزيستنت بتاعتهم. اعتقد الجديده والمهم قوي الانتي كواجلانت. الانتي كواجلانت وين تو جيف وين نوت تو جيف بروفلاكسس فيرسس ثيرابيوتيك الدي دايمر ليفل ثرومبوزيس ريسك. دي الثرومبوز ريسك اي حد فيه كده واي حد بيدخل المستشفى بتركب سنترال لاين هياخد بروفلاكس. البريماتيور هيبقى لهم ثرومبوفلاكس، اللي عندهم امراض مسمنه هيبقى عندهم ثرومبوبروفلاكس. لكن وين تو جيف الدي دايمر هنا كنا بنقول دبل ابر ليميت اوف نورمال، لا احنا بنقول خمس اضعاف ابر ليميت اوف نورمال دلوقتي عشان ادي الدي دايمر، عشان ادي الانتي كواجلانت تبع الدي دايمر ليفل. طيب طب لو كان عندي البليتلت اقل من 50000 او الفايبرينجن اقل من 100 مش هدي الانتي كواجلانت، مش هديهم خلاص. طيب وده تقريبا هو ده الكلام اللي احنا عاوزين نقوله. البروفلاكسس كله بروفلاكسس، الثرابيوتيك فقط لو عندي ايفيدنس اوف ثرومبوزس، لكن البروفلاكسس كله بروفلاكسس. كنا بادئين في اول الايرا بتاعت الكوفيد دي بندي ثرابيوتيك، يقول لنا حطوا لنا ليفل في الاول كده غريبه وكنا بندي ثرابيوتيك. الحمد لله في مصر ما ادناش كتير ثرابيوتيك او ما ادناش ثرابيوتيك خالص، لكن هي الحقيقه البروفلاكسس ودور الثرابيوتيك فقط في لما يكون عندي اكشوال ثرومبوز. الاسترويد دي مكانها مش كل واحد، يعني انا في حد اتصل بيا امبارح لسه بيكح وبقاله 3 ايام بياخد استرويد. لازم ادسنك، لازم عندي ديساتوريشن، سي تي بتاعه ديتيريتنج، يكون عندي سيتوكاين ستورم، يكون في عندي شوك. دي الحالات اللي هدي فيها استرويد، غير كده لا. استرويد ملهاش مكان اطلاقا في الحالات المايل والمودر. ودي سيتوكاين ستورم عشان ما ننساهاش مره ثانيه اللي ممكن هنحتاج لها، يا اما مثال بالنزلون او البيولوجيك دراجز. دي الادويه اللي كنا بنستخدمها لحد كام شهر. الانتي فايرال اتلغت خلاص ما عدا الريمديسيفير، والكونفاليسنت بلازما لو هو مكانها صح ما لهاش قيمه، لكن لو مكانها صح في الايرلي مش في الليت، مش تقفيل ورق، مش مجرد ان احنا العيان خد كونفاليسنت بلازما زي للاسف زمايل لينا حصل لهم وتوفوا ربنا يرحمهم، وكان بس بيتكتب هم اوريدي على الهاي فلو الفنتليتور. يعني ايه هو الميسي بقى بسرعه كده؟ مش احنا اتكلمنا فيه مره هنا في دمياط، لكن هنقول باختصار هو ست حاجات: ايج وفيفر وانفلاماتوري ماركر ومالتي سيستم وتو دايجنوز الكوفيد وتو اكسكلود الانفكشن. الايج بتاعنا، فبالتالي اي طفل هيجي لنا بالسيستم والماركر اللي هنقولهم هو هيبقى ميسي. طب الفيفر ال WHO قالت 3 ايام، السي دي سي قال يوم، WHO قالت حراره فوق 38، السي دي سي قال سبجكتيف. لو الام جت قالت لي انها حست ابنها امبارح سخن يبقى ده عنده، يبقى عنده فيفر. فبالتالي احنا خدنا في مصر بان هو يوم وسبجكتيف. طيب دايجنوز كوفيد، لا اما بي سي ار بوزيتيف او انتي بودي بوزيتيف او هو كونتاكت، كلنا كونتاكت، فبالتالي ده اتشالت كمان. يعني كده واحنا بنتعابل العيان انا مش منتظر اشوف البي سي ار والانتي بودي، كلنا كونتاكت، لان الكرايتيريا بتاعت دايجنوز لا اما بي سي ار بوزيتيف او انتي بودي بوزيتيف او كونتاكت، كلنا كونتاكت. فالاطفال اللي جاي لنا كونتاكت. اكسكلود انفكشن، انا هقعد يومين عندي على الاقل عشان يطلع لي كالتشر اكسكلود انفكشن، فتبقى لي حاجتين يبقى سيستم افكشن وانفلاماتوري مارك. الرويال كوليدج رايحتنا قالت 1 سيستم كافي، السي دي سي ودبليو اتش او قالوا 2 سيستم، الرويال كوليدج قالت 1 سيستم. فبالتالي الطفل اللي بيجي لي بفيفر لمده يوم، فيفر لمده يوم و1 سيستم افكشن و2 انفلاماتوري ماركر بوزيتيف، هشخصه ان هو ميسي. هل انا بعمل اوفر دايجنوز؟ اه. هل ده لمصلحه العين؟ اه، لان هم طبقوا البروتوكول بتاع الكاوازاكي في الاول اللي هو بيعمل سيفنج للكورونري افكشن. هل يا ترى كل الميسي هيبقى كاوازاكي وكاوازاكي؟ لا. هل نفتكر كلمه كاوازاكي لما الموسم؟ من فضلكم انسوها، هي ميسي ده مرض جديد. احنا ما احناش بلد اليابان، اليابان فيها انديميك حاجه اسمها كاوازاكي وجنوب شرق اسيا، احنا ما احناش كده. فبالتالي اللي جاي لنا دلوقتي وبنشوف اي حاجه هي ميسي، ولازم هو الميسي اللي قدامنا اللي هو لازم عارفين في حاجه كويسه قوي ان السي دي سي السنه اللي فاتت في اغسطس طلعت لنا كده ان هو يجي لنا لوحده او يجي لنا كومبايند مع كوفيد اكيوت كوفيد، وده شفناه في مصر كتير جدا، حاله بالمونري كوفيد عند كوراد اللي هي ليفل بتاع البالمونري انفكشن 5 اللي هي اعلى حاجه، وبنلاقي معاها الميسي. او يجي لنا بس زي ما بيجي لنا
بالكوازاكي العادي. والدكتور مجدي معانا، الكوازاكي ما يجيلناش بشوك الا اذا كان في السنه الاولانيه او في الشهور الاولانيه من العمر، لكن واحده من الكرايتيريا المهمه جدا اللي بنشخص بيها الميسي هي شوك. فبالتالي انا ما اقدرش ان انا اقول لا ان ده كوازاكي، ننسى كلمه كوازاكي خالص، هو في عندنا ميسي دلوقتي. لغي لي الوقت يا صباح. طب سيب الوقت. الانفلاماتوري ماركر زي ما هيبقى طالع لكم في الـ في الفيرجن اللي هيطلع دلوقتي، في حاجات تبقى زايده، السي ار بي والدي دايمر والفيرتين والال دي اتش والفايبرينجن. النيتروفيل ممكن تبقى زايده او ناقصه، الالبومين هيقل، الحاجات اللي هتقل او الليمفوسايت هتقل، البليتلت تزيد او تقل، والار بي سيز هيكون معانا الانيميا. والسيستم اللي احنا يهمنا سيستم ريفيو كامل. ولو انا شخصت حاله ميسي من فضلك لازم تعمل الدكتور مجدي بقى هو اللي هيبقى الجوكر بتاع الموضوع ده المره دي، لان لازم الايكو هو اللي لازم يتعمل، او اعمل تروبنين او سي كي ام بي على الاقل عشان اقدر اقيم الحاله. ده تقريبا اخر حاجه هنتكلم فيها، هي الابروتش اللي هيبقى ازاي نتعامل مع حاله الميسي. كان قبل في السنه اللي فاتت كنا بنتكلم على مايلد موديريت سيفير، لا البراكتس دلوقتي هو الافضل، لان الحالات موجوده كتيره وبتشوفها في عياداتكم كتير، اللي هو ال ولا ويل تشايلد. في اطفال كتيره بتجي لنا بفيفر، الفيفر يوم واثنين وثلاثه، حق الطفل، حق الشارع للطفل ان هو يسخن، حق الشارع للطفل يجي له ابر ريسبيراتي، ده طفل هيجي له جي اي، ده طفل عادي جدا. لكن لو الفيفر جاي لي وهو ماشي على رجليه وبيجري وبيلعب ما عندوش اي حاجه خالص، اه ده كويس بقى ويل تشايلد. طيب الفيفر دي بقى لها قد ايه؟ يوم يومين. طيب ممكن اروحه البيت وخليه الام تشوفه لي وما اعملوش اي حاجه ويجي لي بعد كده اقيمه لو الحاله ديتيريوريتنج او زادت عن 3 لـ5 ايام الفيفر. طب لو جالي يبقى هنا الطفل ده استمرت الفيفر مستمره معايا، ده ممكن يبقى حقه يدخل المستشفى، حقه اكمل له كل الورك اب اللي احنا اتكلمنا عنه ده، ولو لقيت فيه هو يمشي مع الميسي وين سيستم بس افكشن عنده سواء ريسبيراتري جي اي او اي حاجه، يبقى انا ممكن هنا كانديد نديله استرويد بسمول دوز او اديله اي في اي جي او اديله الاثنين مع بعض. المهم قوي هو السيفير اللي جاي لي ال، اللي جاي لي ال ام هيجي لي بشوك او مش بشوك، والشوك دي هيمشي في سكه دايركت انه داخل اي سي يو، نديله الشوك ثيرابي اللي احنا بنديله كل حاجه اللي هي فيها فلويد وفيها انتيبيوتيك وفيها الانوتروب والحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت هيبقى كانديد للكومباين ثيرابي اللي هي البيولوجيك بلس الميثايل برينزولون بالس على 30. لكن اللي جاي اللي مش بشوك ده هيدخل في الاي سي يو برضه او في الانترميديت كير، ويبقى ايفالويتد الدوميننت سيستم عنده افكشن، ايه درجه الافكشن بتاعه، وبالتالي ده كانديد لبالس استرويد واي في اي جي تبع الحاله بتاعته. تقريبا ده ملخص اللي احنا هنتعامل معاه في حالات الكوفيد والميسي. النقطه الجديده المره دي الانتي بليتلت از ا ماست. من اول تشخيص الميسي لازم ياخد انتي بليتلت، الاسبرين بالدوز بتاعت الانتي بليتلت، لازم الاسترويد الاي في اي جي، ده قرار كوميتي من ناس بتوع هيماتولوجي، ناس بتوع امينولوجي، وناس بتوع بالمولوجي، لازم تيم مشترك في كل مستشفى، الانتي كواجلانت تبع الليفل بتاعي وتبع الكورونري افكشن وتبع اذا كان في ثرومبوزس ولا لا. انا خلصت، لكن الحته دي مهمه جدا كنوتس ننتبه ليها. لو استخدمنا ادويه بدري بالذات الاسترويد، لو مشينا مع العيان بنحنجل معاه مفيش حاجه اسمها جولدن اور، بيطلع لي التحاليل بتاعته نشوفها بعد 24 ساعه، شفنا حالاته موجوده في مصر من بقى لها اكتر من 8 شهور دلوقتي او 9 شهور من السنه اللي فاتت، احنا في شهر داخلين على شهر 10 اللي هي بنسميها دلوقتي بيرزيستنت انفلاماتوري ماركر او بوست كوفيد، واحده من البوست كوفيد سيندروم، والسايتوباسيز اللي موجود معانا الكواجلوباسي والهايبرفريتينيميا، دول حاجات قريبه وتشخص الماس، ماكروفاج اكتيفيشن سيندروم دي موجوده مع الكوفيد وشفناها في مصر، انا شخصيا شفتها مع زوجه حد من اصحابنا الله يرحمها بعد الفاكسينيشن، دي حاله نادره، دي حاله نادره، يعني مش معناها الفاكسينيشن تعمل كده لكن حصلت ودي اكسبتد، لان لما نيجي نفكر فيها دي سايد افكت من الكوفيد نفسه. ودي بيدخلنا في بعد كده لازم لو الحالات دي بريزست اكتر من 12 اسبوع لازم اعمل سيستم ريفيو عندي واتاكد ان الماركرز دي موجوده، وفي الحاله دي حد ايمونولوجي يبقى معانا، لان احنا قدام حاجه من الحاجات بتاعه اللي بيسموها الهايبر فريتينيميك سيندروم، اما الاتش ال اتش او سيستميك جوفينايل
idiopathic arthritis او antiphospholipid syndrome septic shock other cells plus الكوفيد. يعني الديفرنشال دياجنوز بتاعت الحاجات دي كان الهايبر فريتنيميك سيندروم دخل معاه الكوفيد والبوست كوفيد سيندروم. المستقبل لو تحبوا تعرفوه ان هو ده ارقام ال WHO للناس لحد اول امبارح سواء الحالات او اللي ماتوا. دي ارقام مصر. الست دي قالت كلمه جميله جدا، القضاء على الكوفيد في العالم هو قرار سياسي. قرار سياسي ما هوش قرار طبي. وبالتالي احنا ما عندناش قدامنا كدكاتره غير نستخدم الديستنس والماسك وناخد الفاكسينز. وان نو وان سيف انليس ايفري وان سيف، وعشان كده الفاكسينيشن مهمه جدا. وزي ما قال البرت اينشتاين امبارح للتعليم تعلمنا منه كتير، وبكره نتمنى ان يكون في اجريت هوب. شكرا لحضراتكم.